تحية للجميع، أنا إيلاريا وأدعوكم لقضاء اليوم معي. إيلاريا مغنية وملحنة وشاعرة أوكرانية. هي مغنية منفردة في مشروع إيلاريا الموسيقي الخاص والقائم منذ عام 2007. أصدرت خلال هذه الفترة 4 ألبومات، هي حرة و13 شهراً وأنا حية وتنفس و7 أغاني منفردة لاقت رواجاً على الفور. وقعت إيلاريا في حب الموسيقى الإثنية عندما سمعت التسجيلات المؤرشفة الميدانية لخبراء الموسيقى الإثنية وإنشاد الجدات لأغاني ربيع. بدأت منذ ذلك الحين في جمع الفولكلور وفك رموزه ودراسته وتأليف أغنياتها ذات العناصر الفولكلورية. قدمت إيلاريا حفلاتها في أوكرانيا والخارج وشاركت في المهرجانات الموسيقية مثل مازيبا فيست وهوهول فيست وتشيروانا روتا، وفي المشاريع التلفزيونية والإذاعية أيضا مثل إكس فاكتور وفولك ميوزيك. ظهرت إيلاريا في البداية فعلا كمشروع، ورحت فجأة أؤلف الموسيقى وأدركت أن هذه الموسيقى تحتاج إلى اسم، لأنها خرجت عن إطار المألوف بالنسبة لي. بحثت عن اسم صحيح ينسجم مع موسيقاي، ولقد عثرت عليه بعد فترة. شعرت أن اسم إيلاريا اسم مناسب للغاية، يحمل أيديولوجية جيدة. إيلاريا هو ما يحمل النور، ويوجد في هذا الاسم رموز شمسية والأحرف الأولى من اسم والدي، وهو مشبع بالطاقة الإيجابية. Do you see my soul dancing for its life? On the edge of night, I'm alive.
لم أضع أمامي أبداً مهمة الذهاب إلى الخارج. بل كان هذا ناتج عن عملي، لأنني أغني عموماً باللغة الأوكرانية، وهكذا أشعر بنفسي، وأنا أعتبر أن هذا مهم جداً، ويجب أن أكون مغنية تغني بالأوكرانية. قمت دائماً بتأليف الموسيقى للأوكرانيين وعن الأوكرانيين، ولكن هناك نقطة معينة حيث لا يتقبلك منذ البداية دائماً مواطنوك. وعندما بدأت في كتابة الأغاني الأولى وتقديم الحفلات الموسيقية الأولى، حصلت على تشجيع أكثر من المستمعين في الخارج. وجولاتي الأولى كانت إلى كازاخستان وبريطانيا وبولندا وإيطاليا وكندا. فقط بعد مرور بعض الوقت تقبل الأوكرانيون موسيقاي وفهموها. ولكن لسبب ما يفهمون هذا في الخارج على الفور. والآن لدي جيش كبير من المعجبين في أوكرانيا. أنا سعيدة لأن لدي مثل هذا الجمهور تحديدا، وهم يغنون في كل حفلة أغانية، وهذا لطيف جدا. ما إلى للأوروبية كثيرا وشبابية جدا، أظنها مواكبة للزمن. من هذا عموما؟ لانا ديلري؟ أظن أن هذا سيعجب أهلي كثيرا. هذه باردكس، أليس كذلك؟ من إنجلترا على ما أظن، من لوس أنجلوس أو ما شابه. أظنها من عندنا، من أوكرانيا، لأنها تغني مثل ما يغنون الأغاني الشعبية. جميلة جدا، لقد أعجبتني. الموسيقى الإثنية وجدت قبل المسيحية وبقيت حتى يومنا هذا. هذه ظاهرة مذهلة، ولا سيما في أوكرانيا. وفي الكثير من أنحاء أوروبا لم يعودوا يذكرون شيئاً من هذا القبيل، ونحن لدينا مثل هذه الثروة الكبيرة. لاحظت أثناء دراستي للأنواع المختلفة، وليس الإثنية الأوكرانية فقط بل والدول الأخرى، وجود هذه الصيغ الإيقاعية وهذه الأسس التي تبنى عليها الموسيقى الإثنية. يوجد فيها هناك هيكل معين وهو متشابه عند الشعوب المختلفة. هذا يدل على وجود تفكير محدد عام وعقل مشترك، وأنا أؤمن وأعتقد بوجود هذا. هذه ليست نظرية، بل توجد روح للعالم، ويمكن للناس أن تتواصل في هذا الفضاء. الإثنية هي ذاك المفتاح المحدد والرمز المحدد الذي ينقل المعلومات إلى المستقبل من الجيل السابق. القطار أم الطائرة؟ القطار، فأنا مصابة برهاب الارتفاعات، ولكن الطائرة رومانسية أكثر. وفي الطائرة تحديداً جاءني اسم إيلاريا، وفي الطائرة تحديداً وبسبب رهاب الارتفاع كانت أول لمسة حب مع زوجي المستقبلي، لأنني كنت خائفة فتمسكت بيده وجرى هذا التيار الأول. لذا القطار رائع، ولكن الطائرة أكثر رومانسية. إذا لم يكن الغناء فماذا؟ كتابة الأغاني. أية هدية هي الإبداع؟ أظن أنها ابنتي. هل يوجد واقع موازي؟ أنا أؤمن بهذا وأشعر به من خلال الفن. أن تكوني مشهورة، هل هذا مسعد؟ هذا أمر عادي. الكاكاو أم القهوة؟ القهوة. حب العمل أم يوم عمل عادي؟ أنا لا أعرف ماذا يعني يوم العمل العادي. أنا أعمل 24 ساعة في اليوم، وهذا يعجبني. أغنيتك المحبوبة، كل جديدة. لو كنت من بين المخلوقات الموجودة على الأرض، من يمكن أن تكوني؟ يعجبني أن أكون إنساناً. ماذا لا يكفيني للسعادة؟ شفة شاي ولقاء آخر معكم. الموسيقيون الذين يعملون معي هم إخوتي الروحيون الذين يشعرون بالموسيقى ويواكبونني على نفس الموجة. هؤلاء الناس نشيطون، يعزف مع الرجال فقط، إذ في داخلي الكثير من الطاقة الأنثوية وأغاني مشبعة بالطاقة الأنثوية حصراً.
بهذه الشعرية الإنثوية من الهمسة وحتى الصراخ. وأنا أفتقر إلى الطاقة الذكورية عندما أقدم الأداء على خشبة المسرح. ولتحقيق التوازن يعزف مع الرجال الأشداء. Thank you, Mom.